المحاضرين كبيرات منهم من رحل. قبل ما نكونوا كولابوراتور في دي سيت كوم ولا في لالا فاطمة كنا أصدقاء، أنا ولالا خديجة وسيدي عزيز عبد الله كنا كنحترمهم بزاف، كنا كنشوفوا خصوصا هاد المدة اللي صعيبة شوية اللي دزنا دابا كنا نمشيو نشوفوها، وكان عندنا واحد الأمل ملي غدوز غتفوت هاد المرض، ولكن ما كذبش. Et c'est vrai que Dekchi Bdab, une collaboration qui vous dit, Fahd Mousselsel, la Fatima, Elfine, Elfine ou Wahed, Floul, Kentre, Mousselsel, Mli, Dkhletia, ou Sidi Aziz, Lahmo, Flad le projet, ou la Chihaja Kbir, ou la construction d'Yel. Une première sitcom véritablement grâce, je le dis aujourd'hui, en grande partie à Lala Khadija Assad, aussi Aziz Saadallah, la Hmoum, parce que c'est des grands professionnels. Et c'était des grands professionnels, tous les projets, pas que Lala Fatima, mais Dobé à Chibani en 2009-2010, récemment, Qissariat Oufillam, Rachid Wali fil Ikhrej. فريمون شاك فوا وهي كانت مريضه ديجا هذيك الساعه وطلبنا منها باش تحضر معنا في لو بلاطو اي جات كوم اون بروفيسيونيل ال فوني ا لور ال كونيسي سون تيكست بار كور توجور ان سوتيان للشباب ديالنا لي زاكتور لي زاكتريس كي ليمي بوكو باسكو سيتي اون غران دام جوستومون كي لي سوتني دونك جو غارد دون ما تيت اون ايماج واحد الصوره ديال ان موديل واحد الميتيل اي ان ميم تون اون ايمونس بروفيسيونيل اون غران دام هومانمون humainement qui va nous manquer. Khadija Assad, ممثله لكل شيء تيبغيها في هذه البلاد هذه. انا تنحترمها وتنعرفها اكثر من 40 عام وانا تنخدم معها. خدمنا معها ودوينا في العمل ديالها الاشهاري خدمت معنا وخدمت معنا ايضا في عمل في المسرح وعاد قدمنا لها واحد التكريم مهم بزاف. العام اللي داز في المسرح وكانوا جاوا الناس شخصيات كبار وزراء وكل شيء وتاثر عليها داك الشيء واخا كانت عيانه وداك الشيء قالت لي ماشي نجي لعندك لانه كانت واحد الصداقه بيناتنا كبيره بزاف. وسعد الله الزوج ديالها الله يرحمه حتى هو كان صديق ديالي بجوج مشات الحمد لله باش تلقى به في الجنه ان شاء الله. هادشي اللي تنتمناه.